صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 25 لسنة 2022 بتعديل وزاري جاء فيه: المادة الأولى: تلغى المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 61 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة. المادة الثانية: يعين كل من معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للبنية التحتية، سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزيرا للعمل، سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزيرا للصناعة والتجارة، سعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزيرا لشؤون البلديات والزراعة، سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزيرا للنفط والبيئة، سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزيرا للمواصلات والاتصالات، سعادة السيد إبراهيم بن حسن الحواج وزيرا للأشغال، سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزيرا للشؤون القانونية، سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزيرا للتنمية الاجتماعية، سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزيرا لشؤون الكهرباء والماء، سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيرا للصحة، سعادة السيد نواف أو سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزيرا للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزيرا لشؤون مجلس الوزراء، سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرا للإسكان والتخطيط العمراني، سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرا للتنمية المستدامة، سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرا للسياحة، سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزيرا لشؤون الإعلام. المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.